يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأ عليكم القارئ قول المؤلف رحمه الله: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بمحمد واتباعه. واتباع هذه يفسر المراد بمحمد، ما هو بذات محمد، وإنما هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: وعندنا في النسخ بمحمد وأتباعه. لا، واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم.